عشان السوشيال ميديا بقت بتلعب بشكل مش لطيف في الحته دي. محمد فؤاد يعني تلاقي كاتب لك يقول لك يا سلامه فوق بالرجوله، واحد يقول لك مش عارف كده الحق ده انت فاهم قصدي؟ ايوه فاهمك. احفظنا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. طبعا ما حدش يقدر ينكر ان فوقش ابو الرجوله وصاحب صاحبه والله وابن البلد، ولكن اقل بشكل ايجابي واحد مش بشكل سلبي. اقل واحد في الناس التزاما بالمواقف الكويسه. في ناس احسن مننا كتير جدا، بس انا بقول لكم فقط لا غير اتقوا الله في الكلام. عشان يعني انت قاعد في مكان وذكي وجميل وعمال تقطع في الدنيا ومفارق معاك يعني عشان خاطري بلاش نحط ابو قرش على ابو قرشين. صحيح. اللي في امور كده تزعل ربنا سبحانه وتعالى مننا ركزوا فيه قوي. والله والله انا اخوكم واخوك الغلبان يعني اللي هو بقولها لكم من قلبي نتحاسب عليها قدام ربنا كلنا. يعني بلاش الفتي اللي ملوش لازمه. صحيح. اللي ممكن يقرا له استاذ حلمي يزعل. فلان يقراه يزعل. عشان كده انا حبيت اكد على هذا المعنى ان انت بتعتبره اخ كبير وبتحترمه وبتقدره. والله العظيم ومعروف عنك انت يعني اخلاقك عاليه ودايما بتقف مع زملائك في الفن وطول عمرك في حالك مش بتاع مشاكل ولا بتاع مهاترات وقيل وقال. فعشان كده انا حبيت اكد على المعنى ده. الموضوع ده يا احمد جدا، وشايف ان يعني الناس لازم تراجع نفسها في حته الكلام واللسان وما يصدر عن السنتين. يعني بكل حب وتواضع بقولها لكم، يعني انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى ان استعمل لساني بشكل خاطئ يزعل ربنا سبحانه وتعالى. لا هو ضعف ولا اي حاجه تانية، ومحدش يترجم ده لان ده ضعف. يا جماعه الادب حلو. صح. الالفاظ الالفاظ بنتحاسب عليها. والله العظيم ثلاثة شايفين انها تسلية ولا تسلية ولا فيسبوك ولا حاجات. كله بيكتب وكله بتؤجر عليه. طالما بتقدم غيرك بكلمة هتتحاسب عليه. صحيح. وخبرك وان ما قدرتش تقول حاجة عن اصمت يا عم. أيوه. يعني ان انجو بنفسك يعني الحق نفسك لانك هتتحاسب. انا او غيري او اي حد قال هيتحاسب. يعني ما عشان كده انا خايف ما بتكلمش. صحيح. ده افضل حاجه اصمت لغه الملوك. ممكن تكون بقى في الفتره الاخيره الفتحه كبرت قوي بقى يعني في ناس. ايه الله 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 الله. تلاقي واحد مش عارف، ده واحد من كام يوم بيقول لك مش عارف ده خريج صنايع. بيت عقلك انت يعني ما ينفعش كده. يعني يا اخي في خريج الصنايع دول ناس محترمه جدا طبعا، دول فوق راسنا. احنا من غيرهم حاجات كتير ربنا يخليك. يعني يا اخي بلاش محمد، يعني هات محمد فؤاد على جنب. في ملايين في مصر خريج الصنايع. ما تعرفش بقى.